مساء الخير جميعا. في الفيديو ده هوضح تفسيرات خاصة لأشكال خط القلب. في البداية خليني أقول إن خط القلب بشكل عام بيساعد في تحديد الحالة العاطفية للإنسان، وهو ده خط القلب. لو خط القلب عندك طويل بمعنى إنه واصل لتحت إصبع السبابة، معناها إنك شخص متوازن ومنفتح على عواطفك وعلى علاقاتك بالآخرين، لكن أحيانا بتكون طموح زيادة بس بدون أساس. لما لو خط القلب ممتد لنهاية الكف، معناها إنك شخص بتميل للاعتماد على الآخرين. أما لو خط القلب قصير، معناها إنك ممكن تكون منغلق على نفسك. ولو الخط عميق، معناها إنك شخص متوتر بسبب علاقاتك مع الآخرين. أما لو الخط كان مستقيم ما فيهوش التواءات، معناها إنك شخصية سلبية إلى حد ما. أما لو الخط كان منحني، معناها إنك شخص عاطفي. طب لو الخط مموج، معناها إنك شخص بتواجه مشكلة في الالتزام. ولو الخط مكسور، معناها إنك تعرضت لصدمة عاطفية. لو الخط على شكل سلسلة، معناها إنك شخص حساس وبتتأثر بالمواقف بسهولة، وممكن أن تصاب بالاكتئاب. راجع الفيديو مرة تانية وبص على أشكال خط القلب في كف إيدك عاملة إزاي، وده هيديك فكرة عامة عن شخصيتك بشكل عام. احنا ما بنتكلمش ان الحاجات اللي احنا قلناها دي هي دي الحاجة الأساسية او التفصيل، احنا بنتكلم بشكل عام والتفسير من شكل الخط. لسه ما دخلناش في تفصيل العلامات، واذا كان في علامة موجودة، علامة اكس، علامة مثلث، علامة مربع، كل دي حاجات موجودة في الفيديوهات السابقة. لكن انا دلوقتي بتكلم عن خط القلب وامتداده وطوله وقصره والتواءه سواء لأعلى او سواء لأسفل. أرجو متابعة الفيديوهات. لو في حد عنده أي تعليق يسيب لنا في التعليق، لو حد عنده أي استفسار يسيب لنا في التعليق. لو عجبك الفيديو هتعمل شير، لايك، سبسكرايب. تحياتي للجميع.